السلام عليكم متابعينا الكرام، سنتطرق لكيفية ربح بطاقات جوجل بلاي كذلك رصيد باي بال وهو إثبات سحب من هذا التطبيق، لأن هناك الكثير من المتابعين طلبوا مني إرفاق إثبات سحب. طبعا لدي ساعة منذ أن قمت بتوصل بأرباحي عبر باي بال، أنت يمكنك أن تتحصل عبر جوجل بلاي أو رصيد باي بال. أنا اخترت رصيد باي بال، هو تطبيق صادق وموثوق وهو الشهر يعني 24 من هذا الشهر 2019، تطبيق صادق وموثوق، فأتمنى أن تدعمونا بلايك. وإن لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك، والآن نترككم مع الفاصل التالي. وقبل بدء الشرح، هذا هو إثبات سحب من هذا التطبيق. هناك الكثير من المتابعين قالوا لي أن أرفق إثبات سحب للتطبيقات، إذن أمامكم قبل أن أبدأ الشرح هو إثبات سحب بقيمة 15 دولار من خلال اشتغالي في هذا التطبيق، هو بيج كاش بايمنت تحصلت عليها اليوم أصدقائي الأعزاء، والبارحة طلبت السحب. إذن كما تشاهدون إثبات سحب، فأتمنى أن تدعمنا بلايك، لأنني صديقي معظم التطبيقات التي أشرحها في القناة يعني جميعها تكون صادقة، لأنني أتأكد قبل أن أقوم بالشرح لأقوم بشروحات عشوائية، فأتمنى أن تدعمنا بلايك. طبعا مباشرة نقوم بالعودة إلى التطبيق، هذا هو تطبيق بيج كاش، طبعا سأظهر لكم رابطه أسفل التدوينة، نقوم بتحميله وتنصيبه في الهاتف، وبعد تنصيبه نقوم بالدخول إليه. إذن كما تشاهدون هذا هو تطبيق بيج كاش، ستتحصل على أرباح. نعم صديقي، ننقر على Got It. إذن كما تشاهدون هنا يقوم بعمل Loading للسيتينجز. إذن كما تشاهدون أعطانا 70 كونز كبونوس مجانا بمجرد الدخول إلى التطبيق. طبعا كما تشاهدون هذه واجهة التطبيق، هناك الكثير من العروض. طبعا هنا يمكنك إدخال بعض يعني المعلومات الخاصة بك، طبعا هذا هو رابط الإحالة الخاص بك أو ذلك كود صديقي، الانفيتيشن كود، ستستفيد منها في الأرباح. بالنسبة للعروض، هنا تدخل إلى يعني ديلي تشيكين، تقوم بالدخول إليها يوميا ويعطيك كوينز. إذا كما تشاهدون أعطانا 10 كوينز تم إضافتها، يعني تطبيق مميز جدا، أنا اشتغلت عليه يعني قبل أسبوع، وكما تشاهدون بالرغم أنني لا يعني أعطي الكثير من الوقت. طبعا يعني ننتظر انتهاء الإعلان ثم أعود إليكم. طبعا وبعد انتهاء الإعلان نقوم بالعودة إلى واجهة التطبيق. نعم، ننقر على هذه الخانة، وكما تشاهدون سيتم إضافة 10 كونز. طبعا هناك الكثير من العروض، يعني تطبيق صراحة مميز جدا ويستحق الدعم. يعني لدي إثبات سحب أريتكم إياه أصدقائي، وسأعيد أن أريه إياكم فيما بعد. هناك كذلك ستجد العديد من الأوفرز أو العروض، يعني كما تشاهدون هنا يمكنك أن تقوم بتحميل لهذه اللعبة، يعني تقوم بتحميلها ل 60 ثانية كما تشاهدون، ثم تنقر على فيريفاي وتتحصل على تلك الكوينز في حسابك مباشرة. يعني تطبيق مميز جدا. هنا يعني بابت سوكر يعني تقوم بالحصول على 30 كوينز، يطلب منك تحميل التطبيق ثم تقوم بفتحه، وكما تشاهدون بعد فتحة تنقر على كلمة فيريفاي ويتم إضافة النقاط في حسابك. يعني تطبيق مميز. كذلك هنالك يمكنك مشاهدة يعني الإعلانات، يعني كما تشاهدون تشاهد يعني هذه الإعلانات. طبعا أنا لن أقوم بمشاهدتها لأن تأخذ بعض الوقت أصدقائي الأعزاء، لكن يعني ننتظر انتهاء هذا الإعلان كذلك وأعود إليكم. طبعا بعد انتهاء الإعلان كما تشاهدون أصدقائي تتحصل على كونز، كذلك تنتظر وتتم إضافة الكونز. طبعا يمكنك مشاهدة الفيديوهات، هنالك فيديوهات غير محدودة فقط تشاهدها، كل فيديو تتحصل عليها على 1 كونز تنضاف مباشرة في حسابك. كما تشاهدون أصدقائي هنالك استطلاع ترائي كذلك هنا، يعني هي أمامكم، وكذلك يمكنك الاستفادة من رابط الإحالة، ستتحصل على 20% من يعني أرباح صديقك الذي ستقوم بدعوته عبر رابط الإحالة خاص بك. كذلك هنالك كويك earn 30 كونز، يعني كما تشاهدون تقوم بعملية مشاركة في الواتساب. إذا كما تشاهدون يقول لك the above message is copied to the clipboard and is ready to pass. Now click open WhatsApp and share message on two groups. يجب عليك مشاركة هذا يعني الرابط في مجموعتين أصدقائي الأعزاء. يعني تطبيق صراحة أعجبني كثيرا. كما تشاهدون 2500 نقطة أنا حصلتها، وتحصلت على 15 دولار في الباي بال. إذا كذلك يمكنك عمل تقييم للتطبيق
وتتحصل كذلك على النقاط. كذلك هنالك يعني يمكنك عمل تشير يعني في الانستغرام وتحصل على 60 نقطة، وكذلك فيسبوك 30 نقطة، وتشير في التويتر 30 نقطة. يعني تطبيق صراحة أعجبني كثيرا ورأيتم يعني طريقة الاشتغال سهلة جدا. هنا كذلك يمكنك أن تلعب الألعاب وتتحصل كذلك على الكونز. هنا يمكنك عمل سكراتش وستربح كذلك النقاط من 0 إلى 50 كما تشاهدون. يعني تطبيق مميز جدا. كما يفسر نقوم بالدخول لهذا التطبيق، ننقر هكذا ويعني تنتظر طبعا انتهاء الاعلان وتتحصل كذلك على الكونز. اذا كما تشاهدون تم اضافة الكونز، يعني صديقي ستربح من هذا التطبيق، لا تقل لي انك لا تربح او من ذلك القبيل. اذا اريتكم طبعا يعني اثبات سحب لهذا التطبيق. يعني التطبيق سهل جدا، استفيدوا منه كثيرا واتمنى تدعمونا بلايك. كذلك يمكنك كما قلت لكم ان تستفيدوا من رابط الاحالة الخاص بكم. يمكنكم نقر على تشير هنا ويتم نقل ذلك الرابط، يتم مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا يمكنك النقل على كوبي كود وسيتم عمل كوبي له وتقوم بمشاركته مع أصدقائك. نعم صديق العزيز، طبعا تطبيق مميز جدا ورائع. هناك كذلك يعني هنالك ألعاب يمكنك أن تلعب صديق العزيز وتربح كذلك المال. طبعا هنا تقوم بوضع رابط الإحالة الخاص بي، سأضعه لكم أسفل التدوين وكذلك في الفيديو، وستتحصل على 70 كونز. نعم صديقي 70 كونز ستنضاف في حسابك مباشرة. طبعا بالنسبة لهذه اللعبة تقوم بعمل سكراتش، يعني تتحصل على 3 سكراتش كل 3 ساعات، تقوم بإكمالها جميعا وتتحصل على الكوينز في حسابك، وبالتالي فيما بعد سنقوم بسحب الأرباح. إذا طريقة سحب الأرباح صديقي العزيز، نقوم بالعودة إلى جيفت كارد. كما تشاهدون هناك جيفت كارد ب $15 للباي بال، وهناك $35 للباي بال، فقط 5000 كونز. يعني ستجمعها، لا تقل لي أنك لن تجمعها، ستجمعها صديقي العزيز. هناك كذلك بطاقة جوجل بلاي بقيمة $15، هناك $35 للجوجل بلاي كارد، هناك أمازون، ستيم، آي تينيس، بلاي ستيشن وإكس بوكس. يعني تطبيق مميز جدا أصدقائي، ها وأمامكم شرح حصري ومفصل لهذا التطبيق مع إثبات سحب منه، وأريتكم طريقة الاشتغال سهلة جدا، لا تأخذ منك إلا بعض الوقت يوميا، وتحصل بطاقة إما جوجل بلاي أو رصيد للبيبل وأنت كيف تريد. إذا هذا هو كل ما في أمر أصدقائي الكرام، أتمنى أن الفيديو قد نال أعجابكم، ولن أترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة الأرباح.